السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اليوم بإذن الله راح نقدم لكم الوصفة الحريرة اللي كانوا طلبوها مني بزاف، وكنت تكلمت لكم عليها العام اللي فات كي خدمنا كي درنا لا فيديو تاع الخميرة. على بركة الله نعطيكم المقادير. عندنا اللحم، أي نوع تاع اللحم تبغوا ديروه. هنا راه عندي البقري، عندي المعدنوس، طوماطيش زوج حبات بصل مويان يعني ما همش كبار، وعندي عريش غير صغير تاع الكرافس ماشي بزاف، وعندي القزبر وزوج جويه تاع الحار نخلو حتى الاخير باش يمد لنا البنه. كما شفتوا القزبر عندي هذاك الجزء يعني تاع الربطه، الجزء السفلي قطعته يعني المطارق تاع القزبر. عندي زوج حبات زروديه، حبه بطاطا، عندي الحمص والخميره. من بعد تشوفوا شحال راح ندير الخميره. عندي القرفه، القزبر، راس الحانوت، الكركم والفلفل الكحل والعكري، وعندنا طوماطيش المصبره، نعناع اليابس ولا نعناع الخضر، راح ندير انا نعناع اليابس في الاخير، وعندنا الزيت وطبعا الماء اللي يكون مغلي باش نمرقوا به، وعندي ناب تاع الثوم كنت نسيته ما حطيتوش مع المقادير، ناب واحد برك. بسم الله على بركة الله نبدأ في طريقة التحضير. نحطو أنا الشربة اللي راح نديرها ولا الحريرة يعني كثر من القدرة هذه اللي راح ندير فيها، برك بغيت نقلي فيها ونطيب فيها المرحلة الأولى باش يدوت يعني الحريرة تاعي تدي البنة تاع الطين، ومن بعد نحولها للقدرة تكون شوية كبيرة على هذه. فوالا حطيت اللحم، الزرودية، الناب تاع الثوم، القزبر كما شفتوا القزبر كما قلت لكم قطعت غير الربطه تاع الجهه السفلى اللي يكون بالمطارق تاعها، المعدنوس والكرافس، ونحط التوابل. هنا حطيت راس الحانوت، حطيت زريعه تاع القزبر، عارف تاع ولا عود قرفه، العكري، فلفل الكحل، كركم، وحطيت راس الحانوت. كنت ما حطيتش الملح، درك نحط الملح. نستعملوا المغرفة تاع العود احسن. فوالا نقلبوا كامل اللحم هذاك باش يعني يتخلطوا كامل المواد مع بعض. هلا الملح راني ملحت مره واحده، ومن بعد كي نمرق نشوف الا يخصني نزيد ولا ما يخصنيش. هذاك هو المهم، الواحد في الاول يدير الملح شويه زايد باش اللحم يطيب بنين ما يطيبش صامت، وما نمرقوش فم يعني خلوه شويه يتقلى باش يتشرب الملح ويتشرب هذوك التوابل باش يجينا بنين. نبقاو نقلبوا فيه هكا حتى يطلق الماء اللي فيه، خاطر القدره تاع الطين الا ما قلبتوش مع ذوك التوابل هذو كامل ينحرقوا لنا ويلصقوا في القدره. هنا من بعد ما تقلى اللحم شويه وهبط يعني هذاك القزبر وذوك الصوالح هبطوا، نغطيها نخليها تقلى غير على نار قليله، مره على مره نقلب فيها. فوالا هنا من بعد ما تقلى نمرقوا بالماء المغلي. نحطوا الطوماطيش، ما قشرتها ما والو الطوماطيش، غير قطعتها على اربعه، ونحطوا البطاطا ونخلو كل شيء يطيب. فوالا نغطوه ونخلوه يطيب. نقلب اللحم الى طاب. هنا اللحم كما راكم تشوفوا راه طايب. نقلع اللحم، نحاولوا ما نقلعوش مع هذاك القزبر والمعدنوس وكل شيء باش من بعد تبقى لنا الحريره تاعنا صافية.
انا ما نبغيش الشربة ولا الحريرة ولا يكون فيها القزبر مقطع، نبغي حتى في الاخير في الطبسين ندير شوية قزبر من الفوق، ما نبغيش نديره في القدرة. نقلعو عود القرفة، بعد ما نقلع كامل اللحم نقلع الخضرة وحدها نصفيها، ما بغيتش ندير لو بغا ميكسور ديريكتومون في القدرة بس خفت لا يكون كاش عظم ولا حاجة، بغيت نصفيها نطحنها وحدها هكا باش نشوف الا كاين العظام نقلعهم. نزيد حتى بالصفاية باش نتأكد، وفاني باش نقلع هذاك القصبر اللي باقي في المرقة. ولا نرجع اللحم نقص للنار، ونقي الخضرة تاعي الا كانش فيها كاش عظم ولا حاجة، ومن بعد نطحنها. بالنسبه للخضره الا بغيتو ديروا الكورجات ديروا حبه صغيره ولا نص حبه، ونص حبه تاع لفت ولا حبه صغيره راح تجي مليحه. انا الشربه اصلا ما نبغيش ندير فيها الخضره، نبغيها تجي خفيفه ما نديرش فيها الخضره، برك الحريره ندير فيها زروديه وندير فيها البطاطا. درت زوج حبات زروديه هنايا ودرت حبه بطاطا. كيما شتونا من بعد ما طحنت الخضره درت فيها الماء مغلي ونصفيها في الصفايه باش هذاك الديشي كامل يبقى لي في الصفايه. كيما الزريعه تاع الطوماطيش ما تنطحنش تبقى هكاك، لو نصفيها تبقى لي في الصفايه ما تهبطش. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو الديشي اللي يبقى، خاصه الزريعه تاع الطوماطيش. وكما شفتوا القدرة هنا تعمرت، المهمة تاعها خلاصت. من بعد نزيد ندير الخميرة ونزيد شوية ماء باسكو راهي ثقيلة هنايا، حولتها لطنجرة كبيرة. هنا درت مغرفة كبيرة تاع طوماطيش مصبرة الحار، ونزيد نمرق بالماء المغلي. هنا درت شويه ماء بارد في البول ونحط الخميره، درت حوالي 3 مغارف تاع الخميره هنايا، وراني رايح نزيد الرابعه يعني على حسب نتوما اش تبغوا. الا بغيتوها تكون شويه ثقيله زيدوا، بعد ما ديروا هذه وتشوفوها بلي مازالت تخصها زيدوا شويه. انا درت ديك الكميه تاع 4 مغارف حتى الخمسه تاع الخميره، نحلوها في الماء البارد، وكي نروح نحطوها في طنجره لازم نحركو ونفرغو باش ما ديرناش هذوك الكرات، ونحطو الحمص تاعنا ونخلوها تغلي. وكي ديروا الخميره تاعكم وتشوفوا القوام تاعها باللي ثقيل بزاف وخاص تزيدوا لها، زيدوا لها الماء المغلي. وهنايا في الاخير درت شويه نعناع يابس حكيته بين يديا، عصرت فيها شويه قارص وحطيت هذيك لا ترونش باش تعطي البنه تاع القارص. صدقوني تجي حريره ولا اروع، يعني هذه طريقتي، ما عرفتش الا ناس الغرب يطيبوها بهذه الطريقه، انا هذه هي طريقتي في تحضير الحريره. فوالا هنايا يعني بعد ما طابت كيما قلت لكم اللحم ما نقدرش نقطعه صغير صغير بس كاين اللي يبغي الحريره بصح ما يبغيش اللحم، لوغ باش ما نبقاش غير نقي في ذاك اللحم هذاك خليته كبير. وهذه هي الحيرة تاعنا، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. كي تحطوا الخميرة تقدروا تزيدوا يعني شوية تاع تشيشة ولا فيرميسال ولا، انا ما نبغيش ندير فيها، نبغي ما معنى حريرة معناتها يعني رطبة كيما الحرير، هي تجي رطبة الحريرة، ما نبغيش نزيد فيها حتى حاجة. كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام،
ما هي ثقيلة بزاف، ما هي خفيفة بزاف، يعني تجي ما شاء الله، والبنة تاعها روعة. فوالا خوتي خواتاتي، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم الفيديو تاع اليوم. نتلاقاو في الفيديو المقبل مع وصفة جديدة ان شاء الله. مع السلامة.